هذه الحلقة غادي نشوفوا اش من إضافة زادها الحكم اللي صدر في حق المتهمات الأربعة، المغنية أختها عيشة عايش وصوفيا شاكيري. إذن عامة الحكم ما جاب حتى شي جديد. بعد التحليلات والتخمينات اللي درناهم كانوا على صواب ولا مجانبين للصواب، المسؤولية يتحملوها هما طبقا للمادة ولا الفصل 27 من الدستور ما يخص الحق في المعلومة اللي حجبوها علينا، وحنا كنا مضطرين من حيث انها قضية رأي عام اننا نحلو ونناقشو ونخمنو، هما اللي خلونا في الظلام اذا كنا مجانبين للصواب. صح عامة لم نكن كذلك، والدليل ان المحكمة قامت بالإدانة على المتهمات وخاصة فيما يخص المشاركة بالدخول الى المعالجة الآلية. وهنايا كاين اثبات ضد النيابة العامة اساسات قاضي التحقيق ما يخص خرق المادة 2 من قانون المسطرة الجنائية اللي كتقول يترتب من كل جريمة الحق في إقامة دعوة عمومية، تطبيق العقوبات والحق في إقامة دعوة مدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسببت فيه الجريمة كما كان الحال في أول الملف، يعني عند الإدانة تاع دوك الربعة الأولى من قبيل تكوين جاء عصابة إجرامية تبقى الفصل 293 والركن المادي كاين حيث كان اتفاق وكاين أموال وكاين ضحايا، ومن قبيل المؤامرة ثانيا حيث كان تصميم على هذا العمل وكان اتفاق. وهنا يجي المادة 256-257 طبعا بالتركيز على المادة 255 من قانون المسطرة الجنائية اللي تخرقت، على حسب النتائج اللي رانا نشوفوا فيها والظروف اللي آلت إليها هذه القضية يوحى بأن التجزيء تم عمدا لتغييب القانون، مما يوحي بأن الفصل 240 من القانون الجنائي تخرق. وهذا الفصل كينص على أن كل قاضي أو موظف عمومي له اختصاصات قضائية امتنع من الفصل بين الخصوم لأي سبب كان ولو تعلل بسكوت القانون أو غموضه صمم على الامتناع بعد الطلب القانوني الذي قدم إليه ورغم الأمر الصادر إليه من رؤسائه، يعني إنكار العدالة. احنا نعرفوا بلا المكتب المركزي لحقوق الإنسان تكلم على عصابة وأن هذا الملف جاهم عند السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، يعني فات على النيابة العامة بمحكمة الابتدائية بمراكش ومؤسسة قاضي التحقيق والغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف. وعلى ضوء المحاضر المتداخلة أن الملف ما كانش خصو يتجزأ، يعني كان هنا خرق المواد 255-256-257 من قانون المسطرة الجنائية وخرق الفصل 175-293 من القانون الجنائي. والله يعلم اش مادة ولا فصل اخر تخرق في هذه القضية. معاوش رانا نشوفو في حساب حمزة مومبابي، وصلنا لليقين بأن هذا الشيء يمس بشكل خطير النظام العام، خاصة أن هذا الحساب التجأ لوسائل التخويف وترهيب، وهذا الشيء اللي خلينا نشوفو في الفصل 1218 في الفقرة 7 ديالو. كيقول تعتبر الجرائم الآتية أفعالا إرهابية إذا كانت لها علاقة عمدا بمشروع فرضي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف. والفقرة 7 مع هذا الفصل كتقول الجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية، يعني كوسيلة. سؤال مطروح، واش النيابة العامة ولا مؤسسة قاضي التحقيق ما شافتش هذا الفعل وأن هذا الحساب ينفذ أجندة خارجية كما شتو أن الإعلام في الإمارات والسعودية حاولوا يضربوا الاقتصاد تاع المغرب بالإشاعات باش يجي في الأخر الدفاع تاع المغنية ويقول لك أنا يا راك كلفوني دول خارجية باش ندافع عليها، يعني كان حاري بالشرطة القضائية ولا الفرقة الوطنية ولا النيابة العامة تأمر بإجراء خبرة على الحساب البنكي تاع المغنية ومن يدور في فلكها. وهنا نقدروا نشوفوا متابعات أخرى اللي غفلتها النيابة العامة، وأن الأبحاث القضائية في الكويت وما يخص غسيل الأموال وإيقاف شخص عنده علاقة بالابتزاز عبر حساب إلكتروني كيما حمزة مومبابي اللي كان ينشر معلومات حساسة، ارتبطت بأشخاص في المغرب في المحيط نتاع هاد عصابة حمزة مومبابي. يعني التحقيق مغربيا كان فيه تقصير، وبالنظر للنتائج اللي أعطاها التحقيق الكويتي نشوفوا بأنه أجدى من التحقيق المغربي. ورغم ذلك الدفاع نتاع المغنية وقتها أطعن في إجراءات التحقيق، إجراءات الاستدعاء والإجراءات المتخذة فيما يخص الحراسة النظرية، رغم أن القانون كان واضح في هذه القضية، إلا أن الدفاع ديالها هي وقتها أثار هذه القضية مع الدفاع نتاع المتهمتين الأخرتين اللي كانت بعيدة عليهم صفة التجرد والاستقلال. سينون كل تجأول فصل 258 من قانون المسطرة الجنائية والمغنية وقتها يغرقوا.
وقاضي الموضوع شار المادة 209 من قانون المسطرة الجنائية تعليل ديالو باش يتمسك بالإدانة من أجل التهم المنسوبة إلى المتهمات. وفي هذا الصدد كيدين روحوا هذا قاضي الموضوع، لأن بالرجوع للمحاضر كاين تم الريحة نتاع المؤامرة، لأن ابتسام اعترفت على أختها بالله هي كتعطيها الأوامر باش يهاجموا المستهدفين في حساب حمزة مومبيبي ولا في القنوات أو الحسابات الإلكترونية ديالهم. وهذا تحريض، وأكدوا أسامة الجامي أمام الهيئة اللي أعطته عامين تاع الحبس. بالرجوع للقاضي الموضوع، لحال بن زرهون على الجنايات خرق المواد 289-290 من قانون المسطرة الجنائية، وزيد لها المادة 258 ما يخص البت في الدفعات نتاع المتهم بن زرهون، اللي اكد بان ابتسام وعيشة عياش وحبيبة عياش وغلامور كانوا يزودوا بصور مقاطع الفيديو اللي كان يستعملهم في الابتزاز والتجار في البشر، يعني مشاركات معهم في الجريمة. علاش ما حالهم مش الجنايات معاه، رغم ان مقتضيات المادة 244 من قانون المسطرة الجنائية كتقول عند اي احالة للجنايات يجب على قاضي الموضوع اذا احال متهما على غرفة الجنايات ان يبين الافعال ووصفها القانوني والنصوص المطبقة عليها طبقا للمادة 244 من قانون المسطرة الجنائية. يعني هذا السيد ان المحضر ديالو راه مشى لغرفة الجنايات معها، يعني قرر الاحالة غادي يتخذ بعين الاعتبار. اذا نوليو للهضره تاع جلالة الملك اللي قال انني ما بلغش الفساد فاسد، وبصريح العبارة قضاء مراكش فاسد، ان اول حاجة غادي يشوفوا بالله مقتضيات المواد 289-291 من قانون المسطرة الجنائية، وهاد المقتضيات متعلقة بالمحاضر، دونك في الرغم مشاركات تاع هذا المتهم موضوع الإحالة على الجنايات. وفي هاد القضية بالضبط الدفاع نتاع بن زرهون ياخذ قسط منها، وبالتالي يكون خرق المادة 3 من قانون المحاماة، والدفاع نتاع الضحايا حتى هو متورط، لانه كان خصو يستنكر خرق هذه الماده، يعني 258 من قانون المسطره الجنائيه اللي كتعطي لي حق المتهم في البت في دفعاته. يعني بهذه الطريقه ان قاضي الموضوع في الملف الاولاني ساهم بشكل كبير تجزيء الملف، ذلك بالسماح للنجاه ابتسام باطمه من الجنايات. ونفس الشيء بالنسبه لسكينه غلامور وعيشه عيش اللي دات البراءه في الوساطه بالدعاره بمقتضى الحكم التالي اللي تحكمت فيه المغنية أختها، أن الفرقة الوطنية وصلت لها التهمة خلال الأبحاث ديالها وصرتوا مع ديك مولات لاجونس. وهنا السؤال يتحط، واش استبعاد الشهود ما كانش خطة باش يخرجوا بهذه الأحكام في حق المتهمات؟ راح طوره تاش يشاهد مجال المحكمة يتحكمت فيها المغنية أختها وشاكيري وعيش عايش، وما نظنش بلا الشرطة القضائية والنيابة العامة ومؤسسة قاضي التحقيق كانوا يجبدوا بجنابهم ويحطوا على عيش عايش إلا المغنية وقتها. وفي الصدد تاع الدعارة ضد عيش عايش من النيابة العامة وقاضي التحقيق غفلوا كل الفقرات متاع الفصل 1448، ولو كان الشرطة القضائية دارت الخدمة ديالها فيما يخص سكرين نتاع رقية الماغي مغنية كان خصها تابع من أجل الفصل 3-448 مع عيشة عيش، لأن لا يعقل أنك باش تثبت التهمة ضد عيشة عيش وتمشي تجيب ديك اللقاء اللي دارته دنيا الفناني مع شي ضحايا نتاعها، بينما سكرين نتاع رقية الماغي دار حالة، وهي رقية الماغي أكدت بلا داك الشيبري ما مزورش، يعني داك السكرين يوش هادي ماشي هي الكيلو بميكيلو. باختصار ان جلالة الملك ما كانش يتكلم عن هوا، والاثبات دامغ، احالة نتاع بو زرهون للجنايات، اجراءات تحت الاحياء الحالة تثبت كلام جلالة الملك. المسؤولية في هذا الصدد كتحمل الوزارة الداخلية بالدرجة الأولى، يعني بالذكر هنايا مصالح الشؤون الداخلية في المؤسسات المنضوية تحت وزارة الداخلية، من هذه المصالح اللي كتستمد القوة ديالها المخابرات المغربية داخليا بيان سور. يعني نرجعوا للمربع الأول نتاع المسؤولية عن تفشي الفساد في البلاد، تحملها وزارة الداخلية كما قلنا في الفيديو السابق بالاستناد على مقطع من خطاب جلالة الملك. وبالتالي إلا بغينا نتخلصوا من هذا الفساد يجب على مصالح الشؤون الداخلية
كل المقاطعات والبشويات والعمالات والولايات بإنجاز تقارير عن الفساد في مؤسسات الدولة وما كنزهوش المخابرات من المسؤولية في هذه الآفة. إن الفساد بدا يهدد الأمن القومي للمغاربة. وعندكم العبرة ملف حمزة مومبابي اللي كشف الأيادي الخارجية والتدخل في القضاء والتأثير عليه في خلق صارخ لمقتضيات الفصل 109 من الدستور. ويا الحساب كان هكا بنقص هذا الاستقلال القضاء ويردون القانون تنظيم القضائي للمملكة رقم 1 74 338. وخصناش هذا القانون رقم 113 اللي ما كاملش أصلا. وقلنا أن شرحنا هذه القضية في الفيديو السابق واللي يبغى يعرف كيفاش يولي الفيديو. وأقول هذا واستغفروا لي ولكم وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.